السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي في قناتكم أسرار الشفاء. موضوعنا اليوم هو موضوع اليوم 19 من أيام رمضان المبارك. موضوعنا اليوم وحلقتنا اليوم هو إبطال السحر المعقود من الشعر والصور والملابس المرمي في البحار. هناك أسحار يرمونها في البحار دائما بإذن الله تبارك وتعالى، ابتلاء من الله عز وجل ورفعا لدرجاتكم وإصلاحا، وأن الله عز وجل يبتليكم بهذه الأشياء ليقربكم إليه ابتلاء. هناك من كثير من المصابين لم يعرف طريق الله تبارك وتعالى حتى أصيب بالمس، كان غافلا، كان لاهيا، وكان لا يبالي أصلى أم سجد أم ركع أم لم يصلي، ولكن لما أصيب بالمس أصبح يحافظ على أذكاره، على صلاته، على سجوده، على قيامه، على ركوعه، أصبح يؤدي عبادته على أحسن وجه. بسبب هذا المس يجعلك تدخل الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. هذا المس الشيطاني يقربك إلى الله عز وجل، يقربك إلى الله عز وجل سبحان الله بهذه الطريقة العجيبة، أنك أصبحت مدمنا على القرآن، أصبحت لا تفارق القرآن، أصبحت في السجود والركوع والتسبيح والاستغفار. يعني هذا الذي سحرك أو هذا الذي عينك أهدالك هدية من حيث لا تدري، أهداك من حيث لا يدري، أهداك هدية حسدك وهو يريد أن يضرك، ولكنه نفعك من حيث يريد أن يضرك، لأنه هداك إلى طريق الله المستقيم بسبب حسده وعناده وبسبب انتقامه. وحتى الذي سحرك أراد أن يهلكك، أرادك أن تكون مجنونا، تعطل لك الدراسة والنجاح والعمل، ولكنه لم يعلم أنه سيهديك إلى الطريق المستقيم، إلى الطريق المستقيم بهذا الحسد الذي يخرج من القلب وهذا السحر الذي يفعله بيدي. والله المستعان. كيف نبطل السحر المرمي في البحار؟ أغلب الأسحار في البحار قد تكون معقودة في الشعر والصور والملابس. ماذا سنفعل إخواني أخواتي في هذا الشهر المبارك، شهر الرحمن؟ تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية 33 مرة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 33 مرة، ثم تقول اللهم صل على نبينا محمد صلاة تطهرنا بها من كل سحر معقود في الشعر والصور والملابس ومرمي في البحار، وتكرر هذا الدعاء بإذن الله تبارك وتعالى 300-400-500 على قدر مستطاعك بإذن الله تبارك وتعالى. فبالصلاة على النبي تطهر الأجساد من هذه الدنس ومن هذا الخبث ومرش الشيطان ومن الأصحاب. فالصلاة على النبي لها تأثير على السحرة والسحر، ولها تأثير على العين والحسد. وبإذن الله تبارك وتعالى على قدر إيمانك وعلى قدر حبك للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ستفرج همومك بإذن الله تبارك وتعالى، لأنه حبيب الله تبارك وتعالى، لأنه خليل الله، والله عز وجل قرن اسمه باسم النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. لذلك استعن بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنك كلما صلت على النبي كلما صلت عليك الملائكة، كلما صلت عليك الملائكة. لذلك أخي المصاب استعن بهذا الدعاء بإذن الله تبارك وتعالى لتطهير جسدك من هذا السحر. فإن استطعت بإذن الله كذلك أن تقول اللهم صل على نبينا محمد صلاة تطهر بها أجسادنا من كل سحر معقود في الشعر والصور والملابس ومدفون في القبور، فهذا جيد لا بأس. أو تقول اللهم صل على نبينا محمد صلاة تطهر بها أجسادنا من كل سحر في البطون، فلا بأس في ذلك. فاستعن بالله تبارك وتعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. أقول قولي هذا، والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.